جمود سياسي داخل لبنان ناتج عن الأعياد المجيدة، فلا كلام عن رئاسة الجمهورية إلا من باب التمنيات والدعوات والصلوات، لكن الخارج غير الداخل. فالملف اللبناني ليس جامدا وتحديدا على خط المجموعة الخماسية التي يبدو أنه سيكون لها لقاء قريب لبحث رؤيتها الاقتصادية والسياسية للبنان، وستبقى حتى الساعة على مستوى المستشارين إلا إذا في اللقاءات الدورية لفرنسا والولايات المتحدة والسعودية وقطر ومصر احتمال جديد عن المكان من باريس إلى مصر، وعن المشاركين لتضاف إيران وهو احتمال صعب. فما صحة هذا الكلام؟ إيه، في حديث عن لقاء خماسي مش ضروري ينعقد بباريس. يعني كان السيسي، الرئيس السيسي متحمس كان أنه يصير في بمصر، يصير اللقاء الخماسي بمصر. بحث مع حتى مع الملك عبد الله الموضوع وقت بغداد اثنان، قمه بغداد اثنان اللي انعقدت بالعاصمه الاردنيه. من يومتها بلش الحديث انه يصير في كل مره تصير بمطرح اللقاء الخماسي، ولكن هو لقاء يبقى على مستوى مستشارين لا اكثر ولا اقل، بيجتمعوا الا اذا صارت قمه بغداد ثلاثه بالقاهره، وممكن ينبحث ساعتها على مستوى وزراء خارجية. طهران لحد اليوم غير مدعوة لهي الطلبة، لأنه بيقدر يحكي، صار الإيراني والسعودي بيقدر يحكي مباشرة، بيحكوا مع بعضهم. هذا الشيء بيخفف كل ما حكى الإيراني والسعودي مع بعضهم، بيخفف الدور الفرنسي، لأنه الفرنسي دوره مثل الدور القطري. يعني الفرنسي هو بيمثل الامريكي مثلا بالموضوع، يعني عنده تفويض امريكي بخطوط معينه ما فيه يتجاوزها. ينطلق نور الدين من ثابته اللقاء الخماسي ان على اللبنانيين ان يساعدوا لبنان ويتحركوا قبل ان ينتظروا الحل من الخارج، ليؤكد ان الرؤيه الاقتصاديه للقاء الخماسي متفق عليها، انما الخلاف الكبير يكمن في الحل السياسي للبنان وتحديدا بين وجهه النظر الفرنسيه والسعوديه. الحل الاقتصادي الكل متفق عليه، انه حاليا لا يوجد اكثر من هذا الصندوق اللي عمله ماكرون بن سلمان لمساعده الشعب اللبناني والمحتاجين مباشره دون المرور عبر اجهزه الدوله. الموضوع السياسي في خلاف، السعوديه بتشوف لبنان بنظامه حتى البرلماني، بتعرف فهماني نظامه البرلماني كيف هو بلبنان، وبتعرف قدرة اللبنانيين على التعطيل. يعني ما تغيرت وجهة النظر، ثابتة، اللي كونستانت ثابتة وجهة النظر السعودية بالموضوع السياسي. الفرنسي بيشوف الحل، بفكفك انه المشكلة بده يفكفكها، بنتخب رئيس جمهورية اليوم، بساعد بكره لا يعينوا حكومة، رئيس حكومة، بعدين بنفتش كيف حكومة تكنوقراط ولا سياسيين وتوزيع الحقائب. وبعدين هاي طريقة عمل الفرنسي غير طريقة العمل السعودية. لا تحديد للأسماء يكشف نور الدين، إنما لمواصفات رئيس الجمهورية في لبنان، جازماً أن لا مبادرات عربية خارج العباءة السعودية. ما في كتير تحديد أسماء، لم السعودية ما عم يفوتوا بالأسماء مباشرة، في مواصفات، في مواصفات عم تنحط، وعلى أساسها بكون إذا هيدا رئيس الجمهورية إجا بهاي المواصفات بصير في دعم عربي، لأنه كلنا بنعرف إذا ما في دعم عربي لرئيس الجمهورية، يعني للعهد اللي بده يجي والحكومة وإلى ما هنالك، يعني ما في مصاري. ومين ما إجا حتى لو كان كفه نظيف وإصلاحي، بس ما في مصاري مساعدات واستثمارات، ما بيقدر يقوم الاقتصاد اللبناني. يعني الاقتصاد اللبناني بالأرض، ما بنعطي اسم لا سلبي ولا إيجابي، بتنتخبوا رئيس ضمن مواصفات محطوطة، بيصير في بحث بمساعدات وإلى ما هنالك، بيجي رئيس من خارج هاي المواصفات ما في مساعدات. ما ننتظر انه يصير في مبادره كويتيه، مبادره قطريه، من دون والخروج عن الخط السعودي. اي مبادره بتصير عربيه مصريه حتى هي تحت العباءه السعوديه. إذن لبنان الغارق في أزماته السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية ينتظر الفرج من الخارج مع إشارات التقارب الإقليمي، إذ أن أصحاب السلطة داخل لبنان غائبون عن سمع المصلحة العامة ويتفرغون لمصالحهم الخاصة.